الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد إمام المقريزي، وتوقفنا عند ما يتعلق في تحرير المصنف لمعنى الهوى الذي يتخذ معبودا من دون الله. نعم، نواصل. قال الشيخ، قال رحمه الله تعالى: ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفاف اليه، فان من يرى كل لاحظ، ويخرج عن هذا التوحيد السخط عن الخلق والالتفات اليهم. هل السخط عن الخلق هكذا مطلقا؟ لا، السخط عليهم انما يكون بحسب اذا لم يكونوا يعني يقومون بشرع الله، لان هذا فيه تفصيلات، ليس كل الخلق، بل نحن مأمورون بان نحب المؤمنين والمسلمين. نعم، بصم. قال رحمه الله تعالى: فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمن سواه. وهذا توحيد مقام الصديقين. هذا النوع الثالث اللي مر معنا. احنا قلنا التوحيد، توحيد عموم المسلمين، وتوحيد أهل اليمين، وتوحيد المقربين، يعني توحيد الصديقين. منزلة الصديقية هي أعلى منزلة بعد منزلة النبوة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الأربع المراتب العريضة أو الكبيرة في سلم الولاية. أعلى مرتبة مرتبة النبوة، وأعلى من النبوة الرسالة، وأعلى في مقام الرسالات يعني الرسل منزلة عالية لا تتسع إلا لواحد، للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دونه منزلة الخلة التي كانت تشترك النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، ثم أولي العزم، ثم بقية الرسل بعضهم يعني درجات، ثم بعدها منزلة النبوة، منزلة النبوة، وأيضا الأنبياء أيضا مراتب ودرجات، ثم منزلة الصديقية. وأعلى منزلة في الصديقية تستوعب رجل واحد هو أبو بكر، ثم بعد ذلك من هو دونه، ثم من هو دونه، هكذا مثلا بقية الأربعة، بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل البيعة الشجرة، ثم على الترتيب المعروف عندها، ثم يدخل في هذه الصديقية فئام، قال ثلة من الأولين وقليل، لأن هؤلاء المقربون، وهكذا. ثم بعد مرتبة الصديقية مرتبة الشهادة، وأيضا هي منازل ودرجات، ثم منزلة الصالحين، ومنزلة الصالحين أيضا هذه فيها منازل ودرجات، يعني فيها شيء من التفصيلات ذكرها ابن القيم في مدارجه. معظم هذه المدارج هي في هذه المرتبة. تمام، نسأل الله أن يجعلنا من الصديقين. فهو يقول أن من يحقق التوحيد من مثل أولئك 70,000 أو مع كل 70 70 أو مع كل 1,070 على حسب الروايات اللي وردت، كل هؤلاء يدخلون في منزلة الصديقية، منزلة الصديقية. ولاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ما قال صادقا. قال إيه؟ صديقا. لو كان التحري هو تحري صدق اللسان لقال إيه؟ صادقا. لكن لما قال صديقا دل ذلك على أن الصدق المقصود به في هذا الحديث ليس هو فقط صدق اللسان، لكن الصدق أنواعه كثيرة: الصدق في التوحيد، الصدق في الإخلاص، الصدق في اليقين، الصدق في الصدق، الصدق في الاتباع، الصدق في الانقياد، الصدق في القبول، الصدق في المحبة، الصدق في الابتلاء. لاحظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين، لأن أولئك النفر الثلاثة الذين خلفوا ثم حصل لهم الابتلاء، هؤلاء تنقلوا في أنواع من الصدق متعددة. لاحظ، هجرهم الناس، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هجرهم المجتمع، حتى أزواجهم هجروهم، لكن هنا صدق الانتماء، حتى صدق المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي كنت كعب يقول: كنت أنظر إلى شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنظر إلى شفة النبي صلى الله عليه وسلم، أسرق النظر إليها، أشوف يرد ولا ما يرد، شوف صدق المحبة.
صدق في العبادة، ما تركوا الصلاة فين؟ في الجماعة. الصدق في الابتلاء لما أرسل إليهم الغساني إن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، الصدق في الابتلاء. فأنواع الصدق متعددة، بالصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، فهذا النوع من التقوى معناه العمل والتحري للوصول إلى درجة الصديقية. طيب واصل. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. طيب، هذه ذكرها في المقدمة الأولى، تذكرون المقدمة الأولى أن الأصل الأول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية قائم على أصل الإقرار بتوحيد الربوبية، وسيأتي الإشارة إلى هذا. فالمشركون أقروا بهذا، وسيشير هو إلى طرف من ذلك بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل أقروا لأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإذن هم اعترفوا بهذا. نعم. والقائم بمصالح العالم كله. نعم. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، الذين آمنوا أشد حبا لله، هذا فيه إثبات ما يتعلق بالولاء، الولاء لله ولرسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما أسروا غيرهم به في هذا التوحيد كانوا المشركين. في هذا التوحيد يعني في المحبة، لما سووا إذ نسويكم برب العالمين، لما ساووا بين الله وبين خلقه في المحبة صرفوا ما يكون لله لغير الله وأشركوا مع الله إلها آخر. نعم. كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يشركون كما قال مجاهد في التفسير، ويأتي أو عدل ذلك صيامه. عدل ليس معناه وضع الشيء في مكان، لا يأتي بمعنى العدالة ويأتي بمعنى العدل بكسر الدال، يكون معناها المساواة، أي يساوون، وهذا فسرها المصنف هنا قال أي يساوون به غيره، فهذا معنى يساوون يعني يشركون به كما قال مجاهد، ذكر هذا في التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة. طبعا عندي هنا مكتوب وقال تعالى: بل هم قوم يعدلون، ما هي موجودة عندك؟ ذكرها. طيب، هذه موجودة في النسخة اللي عندي، نسخة محققة، وهذا نظير قوله: إذ نسويكم برب العالمين، أي المساواة، يعدلون أي يساوون، أو اللازم يشركون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية. والمباينة يعني المفارقة، وهذا مرة الإشارة إليه، وأكد هذا بقوله: وأنه تعالى حكيم بإفراده وليا وحكما وحكما وربا. لاحظ هنا أشار إلى الأركان على جهة التفصيل، تذكرون الأركان على جهة التفصيل الأربعة، هذه خلاصتها الثلاثة: وليا، والولي يعني انتفاء العداوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تمام، فانتفاء العداوة، ويلزم هذا المحبة والنصرة والتعاطف والتعاون، يلزم الولاية، لذلك هذا الذي مر معنا قلنا حب الإسلام وأهله، وعكسه بغض الكفر وأهله، فهذا الشرط الثالث اللي فيه الشروط ذكرناها. وحكما، هذا تجريد إيش؟ الطاعة. وربا، تجريد العبادة. هذه إشارة إلى الأركان على جهة التفصيل. نعم. واصل.
وقال تعالى قل غير الله اتخذ وليا. نعم. وقال يعني نصيرا ومعينا. نعم. وقال أفغير الله ابتغي حكما. نعم. يعني يحتكم الى امره، والمقصود امره الشرعي. وقال قل غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. نعم. يعني الها. نعم. بس قال رحمه الله تعالى فلا ولي ولا حكم ولا رب الا الله الذي من عدل به غيره فقد اشرك في الوهيته. غيره فقد اشرك في الوهيته ولو وحد ربوبيته، أقر بأنه خالق ومالك ورازق ومدبر، ثم نقض في شيء من هذه الثلاثة الأركان فقد انتقض توحيد الألوهية عنده. تمام. وهذا نص واضح وصريح من الإمام مقريزي رحمه الله في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو وحد ربوبيته. نعم. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. كل الخلائق اجتمعوا في هذا، لا يكاد يوجد أحد من البشرية ينكر وجود الله إلا يعني لفافا في عرض تاريخ البشرية من الدهريين أو غيرهم، وحتى يعني طريقة الإنكار أيضا ليست إنكار صريحة، أو المجوس وسيشير إلى هذا، إلا الشيوعية التي ظهرت في هذا الزمان التي أنكرت وجود الله عز وجل، والملحدين وحتى الفلاسفة في النهاية يثبتون مدبرا، يقولون الفلك التاسع الأطلس، العقل المدبر أو العقل المؤثر، في النهاية يثبتون أن هناك من يدبر، وإن لم يقولوا هذا هو الإله، لكن يوجد هذا المقصود في النهاية. نعم. قال رحمه الله تعالى وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. فصل بينهما هو توحيد الألوهية. الفصل بين المؤمنين بين المسلمين وبين المشركين هو هذا، وإلا ما قام ما حورب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام سوق الجهاد والقتال على المشركين وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت القضية قضية والله يا أخي يعني كلنا أخوان وطيبين وأحباب وتعايش وخلاص ونقبل دينكم وتقبلوا ديننا لماذا حرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا طرد من بلاده صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للسجن والقتل واللأواء؟ ماذا؟ لكلمة، كلمة يقول قولوها، كلمة تملكون بها العرب والعجم، كلمة بس يذهب إلى الأسواق ويدل للناس، كلمة وخلفه عمه يقول لا تصدقوه إنه كاذب. لو كان يا جماعة العبارة كلمة كان العرب توقفت في أن تملك العرب والعجم، ولا يعلمون أن هذه الكلمة لها شروط وأركان ولوازم ومقتضيات وتوابع وأشياء دونها الرقاب. فالعرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، ليس كبعض المتمسلمة وبعض المسلمين يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله وهو يدين لغير الله. تمام. هذا مفرق توحيد الألوهية، هو الغاية، غاية الغايات، وهو المفرق بين المسلمين والمشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين لوجود خلاف في هذا، لأن لفظة الرب إذا أطلقت فالمقصود بها، إذا أطلقت مقصود بها الرب والإله، وإذا أطلق الإله فالمقصود بها الرب والإله، يعني تنطبق عليها إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. على عند المحققين يقولون لا تجزي، لماذا؟ لأن هنا اجتمعتا لا رب إلا الله. تمام. نعم. وهناك من أجزأها أيا كان. طيب. فتوحيد الألوهية قال رحمه الله فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله. يعني أنها المصنف هنا يرجح أن لفظ الجلالة الله أنه مشتق، لأن هناك خلاف من يقول أنه جامد وأنه مشتق،
والراجح ما رجحه المصنف أنه مشتق، وهو مشتق من الإله، وحذفت الهمزة وأضغم اللام في اللام فأصبحت لاما واحدة مشددة، والاسم الأصل فيه أنه ينطق مفخما الله، وهذا فيه قرع للقلب ويهز الوجدان عندما ينطق لفظ الجلالة الله، فقط الاسم يهز الوجدان، فكيف الحقيقة؟ تمام؟ نعم. وهذا القول هو قول كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابك إلا ما شد منه. نعم، أصحابه، وهو نقل هذا عن الخليل وجمهرة من أهل اللغة. نعم. ومعنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس، والعرب إذا جاءت بلفظ لا النافية للجنس تحذف خبرها، مثلا لا رقية إلا من عين أو حمى، أين الخبر؟ محذوف، تقديره أنفع، يعني لا رقية أنفع من عين أو حمى، ويكون هنا ما بعد الاستثناء بدل عن الخبر. طيب هنا لا إله إلا الله لا نافية للجنس، فإذا الخبر إيش؟ محذوف تقديره. هناك من قال تقديره الخالق، نقول ما أفادت معنى، لأن الخالق أمر مقرر، تمام؟ وهنا المقصود هو إرادة إثبات الإلهية لا الربوبية، فإذا قال الخالق، الخالق معنى أصل من أصول الربوبية. طيب هناك من قال لا إله المحذوف يعني موجود، نقول ليس هذا المقصود، لأن الوجود لا يحتاج إلى تقرير. طيب هناك من قال المحذوف هو، يعني لا إله إلا، يعني لا إله هو إلا الله، يعني يصير المعنى لا إله هو إلا هو. ولذلك من أجل القربات عند فئام من الناس يسمون الصوفية، عندهم من أعظم العبادات ذكر الله المفرد، الله 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 الله، ولكل طريقة لهم أساليب، ويتدرجون، يعني كيف تنتقل الولاية، أول شيء لازم يردد لفظ الجلالة مئات المرات، الله 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 الله، بعدين يجيزه الشيخ الطريقة، يقول أنت الآن وصلت لبداية طريق الولاية، فالآن المرتبة الأعلى أن الله الله، هذا حق الطلاب، المرتبة الأعلى هو 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 هو، هذه مرتبة إيش؟ أعلى. بعدين طبعا حتى بعضهم له طرق، يعني بعض، أنا ما أقول كلهم، لكن في بعضهم أن حتى هذا اللفظ له آداب وطريقة معينة وأوقات محددة، يدخل في غرفة مظلمة، وبعضهم يشترط أنه يضع في رأسه كيس ثم يستشعر معاني معينة، ولازم يقول الله مثلا 100 إلى 400 إلى 1000، عندهم كل طريقة لهم أسلوب، ها، وبعضهم يبدأ الله حي الله حي الله حي، بعدين يترقى الله الله الله، بعدين يترقى هو 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 هو، بعدين يترقى إلى بس الهاء، بس هذه أعلى مرتبة، بس نفس ترقى من الله هو. ولذلك فسروا لا إله إلا الله المحذوف قالوا هو، فيكون المعنى لا هو إلا هو، تمام؟ أي طيب. أما أهل الحق فيقدرون هذا بأن المعنى هو بحق. طيب لماذا قدروا؟ يعني بيجوا أنتم الآن يا أهل السنة جالسين تتخرصون، وين الدليل على هذا التقدير؟ نقول أولا أن لفظة الإله من أسماء الأجناس، فتصح على الإله الحق وعن الإله الباطن، أجعل الآلهة إلها واحدا، معنى هذه إيش؟ آلهة، والله عز وجل وصفها بأنها آلهة تعبد، فكل ما عبد فهو إله، لكن هل هو حق أو غير حق هذا أمر. فإذا المقصود هنا نفي الإلهية عن جميع الآلهة إلا إله واحد، أليس كذلك؟ فتناسب أن يكون لفظة بحق،
أنه لا إله حق أو بحق إلا الله. عرفتم من فين جاءت؟ وأصرح من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فصار عندنا من نصوص ما يدل على هذا التقدير، على أن التقدير هنا إيش؟ حق أو بحق. نعم. ولذلك وربما هذا يأتي عشان نمشي نتواصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به لله وأنه المحبوب لاجتماع الصفات والكمال فيه، أن الله هو الاسم الجامع لاحظ، وهذه قاعدة نفيسة، أن الإله هو الذي تستجمع فيه أعلى صفات الكمال. ما هي أعلى صفات الكمال؟ ثلاثة: غاية القدرة الخلق، وتمام الاستغناء الملك، واستغناء الآخرين له، عدم استغناء الآخرين عنه وهو التدبير. فلاحظ، إذا أردت أن تناقش أي شخص يصرف العباد لغير الله، ناقشه في هذه الثلاثة الأصول: الخلق والملك والتدبير. إذا كان لا يخلق وهم يخلقون، لا يصلح أن يكون إله، لأن المخلوق لا يصلح أن يكون، لأن وجوده من غيره. والملك أيضا، التدبير لا يصلح. إذن هذه قاعدة نفيسة، لأنها تقرر معنى عظيم. لاحظوا أن الإنسان لابد أن يعبد إلها، لأن العبادة خلق الإنسان مجبول عليها، لابد أن يعبد شاء ما أبى، يعبد هواه، يعبد صنم اسمه الحرية، يعبد، يقول لك نحن أحرار، يعني إحنا الملحدين يقولون هذا، نحن أحرار ما نتقيد بشيء. تراك في النهاية أنت مقيد، شئت ما بيت، أنت ما تقيد بشريعة ستتقيد بهواك، أنت مقيد مقيد. وهم يقولون الحرية تنتهي عند الحفاظ على حريات الآخرين، طيب هو في قيد، إذا ما أنت حر في النهاية، في ما يقيدك. فإذا في عبودية ولا ما في؟ العبودية جبلة لا ينفك عنها أحد، خضوع وذل وانقياد واتباع تحصل للإنسان. فإذا توافرت هذه لأي شيء اختاره، فقد جعله عبدا، جعله معبودا، جعله إلها. طيب الآن أمام الإنسان الذي يريد أن يعبد، إما أن تعبد الكامل أو تعبد الناقص. طيب الآن نريد أن نصل للكامل، مهما وضعت من مواصفات أو صفات، في أكمل ولا ما في؟ وصلت في أكمل، في أكمل، ستنتهي إلى من له أكمل الصفات، الغاية في الغنى، في الشرف، في السعادة، في الخلق، في القدرة، ثم الغاية في الملك التام الذي لا يعجب عن ملكه شيء، بل ملك الآخرين من ملكه، ثم التدبير المطلق، وهذا لن يكون إلا لمن؟ لله. وبالتالي هذه قاعدة ضرورية مهمة. تبع؟ نعم. راس. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به لله وأنه محبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. نعم، لأنه أعرف المعرفات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لاحظ قال فلله، لأنهم كلهم يقرون به على أنه ربا، فله الأسماء، فجميع الأسماء الحسنى تعود إلى الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فلاحظ عرف نفسه بهذه الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، الآيات. فكل الأسماء تعود إلى إيش؟ إلى لفظ الجلالة الله، تعود إلى لفظ الجلالة الأفضل. لذلك اسم الجلالة الله يستلزم أو يتضمن جميع أسماء الله وصفاته،
جميعها يتضمنها إذا قلت الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم وربوبيته على توحيد الألوهيته. نعم. وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن في إلزام الكفار بتوحيد الألوهية، يقررهم بتوحيد الربوبية. لاحظوا، قلنا إذا أردت أن تعبد فاعبد إيش؟ الأكمل. طيب، الأكمل من امتلك الكمال المطلق في صفات مطلقة ثلاثة تستجمع كل صفات الإله، الخلق والملك والتدبير، هو الذي يستحق العبادة. طيب، من دون ذلك هل يستحق؟ لا يستحق. تمام. فإذا طريقة القرآن أنه يقررهم بأشياء هي مستقرة لديهم في قلوبهم، أن الله هو الخالق وهو المدبر وهو الملك وهو المليك، يقرون بهذا. طيب، مدام تقرون به يلزم من ذلك إيش؟ أن تعبدوه ولا تشركون به شيئا، هذا لازم. والعلاقة بين توحيد الربوبية والألوهية أن توحيد الألوهية يتضمن الربوبية، لأن من أتى بالألوهية أتى بإيش؟ بالربوبية، فمتضمن فيها. أما توحيد الربوبية فيستلزم، يقول تعالى: من الخالق؟ على الله. من الملك مطلقا؟ الله. من المدبر مطلقا؟ الله. يلزمك إذن أن تعبده لا تشرك به شيئا. هذه طريقة القرآن في إيش؟ في حوار المشركين وفي يعني مناظرتهم والرد عليهم. نعم. كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. يعني هذه إثارة الاستفهام، من خير في الخلق في الملك في التدبير؟ اعبد ما هو خير، ما هو اخير. هذه باطل اصلا كلها، فهذا نوع من يعني إثارة التحفز عند المشركين للمخاطبة. نعم. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذا كله خلق وتدبير، ومن خلق ملك، ففيها هذه الثلاثة الأصول. نعم. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تملكوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم. أإلههم أإلههم مع الله خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أإلههم مع الله خلق لكم وأنبت لكم نباتا وحدائق ذات بهجة. طبعا لا. نعم. وذلك أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، لماذا يستحق العبادة؟ هو الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول نهي في القرآن نهي عن إيش؟ عن الشرك. وأول أمر في القرآن أمر بإيش؟ بالتوحيد. العبادة هنا اعبدوا يعني وحدوا. طيب، لاحظ ما بينهما أنه أثبت أنه هو الذي يخلق وهو الذي يملك وهو الذي يدبر الرزق. تمام. فيلزمكم أن تعبدوه ولا تجعلوا له أندادا تشركون به، يلزمكم. تمام. هذه طريقة القرآن في إلزام الخصوم. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك وفقنا يقول بر التقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.